منذ اللحظات الأولى لإعلان اتفاق الرياض سارع البعض للقول أن الاتفاق لا يحمل أي مضامين لحل الأزمة القائمة في الجنوب اليمني، بقدر ما يؤكد على أن السعودية سعت من خلاله لتحقيق السيطرة التامة على الوضع هناك. بعد أن كان الاتفاق على وشك الانهيار، عادت التحركات السعودية من جديد في محاولة لإحيائه من خلال اتفاق مصفوفة الانسحابات المتبادلة بين القوات الحكومية والقوات الموالية لأبوظبي. في التفاصيل، يدور تساؤل كبير عمن سيحكم العاصمة المؤقتة عدن، في ظل ما يشير إلى أن الحاكم الحقيقي هناك سيكون القوات السعودية لا غير. بحسب الاتفاق، فإن قوة صغيرة لا تتجاوز 400 فرد من قوة الحماية الرئاسية سيسمح لها بالتواجد في عدن وبسلاحها الشخصي لا غير لحماية مسؤولي الحكومة الشرعية أو قصر المعاشيق الرئاسي فقط، ومثلها تقريبا من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لتكون القوة الوحيدة الحاكمة في المدينة هي القوات السعودية. قائد القوات السعودية في عدن ظهر مؤخرا يتحدث وكأنه مندوب سامي، متوعدا باستخدام القوة ضد من يعرقل تنفيذ الاتفاق، وهو خطاب يرى المراقبون أنه لا يشير في جوهره إلى جدية السعودية في تنفيذ الاتفاق، بقدر ما يؤكد على أن المملكة باتت هي الحاكم الفعلي للعاصمة المؤقتة للبلاد. للنقاش سيكون معنا من تعز أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل الحذيفي، ومن أبها في المملكة العربية السعودية سينضم إلينا الصحفي السعودي سلمان عسكر. البداية بالسؤال المشترك، وأبدأ مع الدكتور فيصل الحذيفي من تعز. أهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك وبالمشاهدين والمشاهدات الكرام. دكتور فيصل، اتفاق الرياض هل هو لإنهاء الأزمة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، أم هو بهدف تعزيز سيطرة الرياض على اليمن؟ من الواضح أن مدخلات التدخل السعودي ودول التحالف وكذلك مدخلات الحرب على الأرض ومدخلات الاتفاقيات كلها تؤدي إلى مخرجات سيئة لليمنيين، وهي تعزز سطوة السعودية تحديدا على القرار السيادي اليمني، وكذلك تعطل من قدرة الشرعية على استعادة الدولة وقدرتها على إدارة البلد. هذا لا يحتاج إلى تخمين ولا يحتاج أيضا إلى رجما بالغيب، وإنما الدلائل تشير على الأرض، أي أن السعودية اليوم ومعها الإمارات في المناطق المحررة تعزز وجودها بعيدا عن جبهات المواجهات مع الحوثيين، وهو الهدف الأساسي الذي من أجله تدخل دول التحالف لاستعادة الدولة وإعادة السلطة الشرعية إلى صنعاء. هذا لم يتم. اليوم الجبهات متوقفة والحرب تقريبا انتهت وفقا لرغبة السعودية، ولكن المشكلة ما زالت تتفرع وما زالت تتعقد وما زالت غير قابلة للحل، والسعودية لا تنوي حلا للمشكلة اليمنية. طيب، أذهب لضيفي من أبها الأستاذ سلمان عسكر. أهلا بك أستاذ سلمان. أستاذ سلمان تسمعني؟ أكرر الترحيب بالأستاذ سلمان عسكر، الكاتب والمحلل السياسي معنا من الرياض. أهلا بك أستاذ سلمان من أبها. طيب، سنعاود التواصل مرة أخرى بالأستاذ سلمان عسكر من نهبة. أعود للدكتور فيصل. دكتور فيصل، إذن المملكة العربية السعودية كما تقول هي تبحث عن تفريع المشاكل والأزمات داخل البلد، والحرب انتهت من وجهة نظرها، وتقول أيضا الجبهات متوقفة وهناك الكثير من التعقيد في الملف اليمني. ما مصلحة المملكة العربية السعودية في كل هذا التعقيد؟ للإجابة عن هذا السؤال دعني أخاطب الجمهور اليمني والمواطن اليمني، فهو المعني بهذه المشكلة. فالبلد بلاده والوطن وطنه، وما يجري من مشكلات معقدة تسببت بها أطراف كثيرة
هو المعني بالبحث عن حل لها، دعني أقول بأن السعودية بعلاقتها اليمنية للأسف لها عداء مع الجمهورية منذ أن انطلقت في عام 1962، وهي ذهبت لدعم الإمامية الملكية، واليوم الانقلاب الحوثي الذي تم في 2014 هو امتداد لهذا الدعم، أي أن عداءها للجمهورية المجاورة لها تسعى إلى تثبيت أو عودة الملكية الإمامية بكل وضوح، والسعودية والإمارات هما من ساهمت في انقلاب صنعاء، وعندما خرج هذا الانقلاب عن السيطرة ذهبت لتقيده وتلجمه بالتدخل العسكري. لها عداء أيضا مع الوحدة اليمنية، أي أن الوحدة قامت في عام 90 على حين غرة، ولم يكن الموقف اليمني باستئذان، ولم يعمل استئذان لإعلان هذه الوحدة، لذلك اليوم هي نتيجة هذا العداء تدعم الانفصاليين في الجنوب وتريد إعادة تقسيم البلد بكل وضوح، واليوم ترسم الحدود على الجبهات في الضالع، في كرش، في البيضاء، في وقسمت اليمن إلى قسمين، ومنحت الانفصاليين سلاحا ودعما وتدريبا وتأهيلا ومظلة شرعية، وجعلتهم يوقعون اتفاقا مع السلطة الشرعية بما يخالف القانون الدستوري اليمني، النظام الدستوري في اليمن والقوانين اليمنية والقانون الدولي. طيب سنتحدث مع الجمهورية، سنتحدث بالتفصيل عن ذلك. أعود مرة أخرى وأرحب بضيفنا من أبها في المملكة العربية السعودية صحفي سلمان عسكري. أهلا بك أستاذ سلمان، حياك الله. أنا وسهلا. سأبدأ معك بالسؤال المشترك وكنت قد طرحته على الدكتور فيصل حذيفي ضيفنا من تعز. اتفاق الرياض هل هو لإنهاء الأزمة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أم لتعزيز سيطرة المملكة على اليمن؟ بداية أحييك عزيزي وأحيي ضيفك الأستاذ فيصل، أحيي أيضا السادة المشاهدين. في الحقيقة دائما يعني من السهل، دعني أنا أبدأ قبل أن أجيب على سؤالك سيدي، أنا أوضح نقطة مهمة يعني لابد من الإشارة إليها. أنا لم أسمع إلا الجزئية الأخيرة من تعليق ضيفك الأخ فيصل. دائما الذي يرمي الكلام أو التهم أو يقول بأن كمثال السعودية أهداف في اليمن ومطامع وتقسيم، يا أخي أعطيني دليل واحد. أما أن ترمي الكلام جزافا بدون أدلة وبدون براهين ومجرد ظهور محلل يتكلم عن دولة وتاريخها وماضيها وما شابه ذلك، هذا لا يجوز. يعني أدبا أن نحترم عقول المشاهدين قبل أن نحترم أنفسنا. طيب بالجانب هذا أود إشارة يا عزيزي إلى نقطة هامة جدا، لأنني لم أسمع كلمة واحدة من ضيفك الأخ فيصل تحدث فيها عن التدخل الإيراني، لأن هناك للأسف من يقبلون يد وقدم علي خامنئي. فلذا لابد أن نضع في البداية لنا خط نسير عليه بوضوح دون اتهام أو توجيه تهم لدول أو شخصيات دون دليل. طيب قبل أن تجيب على السؤال المشترك، ما نكشرت إلى هذه النقطة وهي ربما كان يفترض وفق آلية البرنامج أن تبدأ بالإجابة على السؤال المشترك، تقول لماذا لا يذكر التدخل الإيراني الآن؟ كان يفترض أن نتحدث عن التدخل الإيراني وأن يستمر الحديث في اليمن والاهتمام بشكل مركز على التدخل الإيراني وتبعات الانقلاب الذي جرى على البلاد، لكن ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟ ما الذي وصل باليمنيين وبكم في التحالف في الاتفاق الرياض لنتحدث عن تعثر وفشل هذا الاتفاق؟ وأتي اليوم لأسألك هذا السؤال الذي يطرح من قبل الكثيرين، هل اتفاق الرياض هو لإنهاء الأزمة بين الحكومة والمجلس الانتقالي أم لتمكين وتعزيز سيطرة المملكة أكثر وأكثر في اليمن؟ أبدا، لا لهذا ولا لذاك. الهدف الرئيسي من اتفاق الرياض في المقام الأول هو مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يحدث في اليمن وتوحيد الصف والكلمة لتعود اليمن كما كانت قبل الانقلاب، لتعود الشرعية المعترف بها دوليا، لتتوحد كلمة اليمنيين ليصبحوا على مسار واحد لمواجهة التدخل الإيراني عن طريق عملائها الحوثيين في اليمن. لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية، وأنا أكرر دائما يعني تارة نسمع بأن السعودية أهداف للسيطرة على اليمن، وتارة أخرى نسمع بأن الإمارات العربية المتحدة أهداف للسيطرة على حضرموت أو أجزاء من اليمن. يا عزيزي هذه الدولتان يعني لله الحمد والمنة
غنية ومن دول العالم الأغنى والأكثر احتياطا. يعني ماذا تريد من اليمن؟ معليش، مع احترامي للعقليات التي تنزل إلى مستوى هذا التفكير، اليمن يبقى دولة كبيرة، تبقى دولة جارة، تبقى دولة عزيزة، لم يرق لدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أن ترى التدخل الإيراني في اليمن وأن تصمت على ذلك. طيب. الجانب الآخر، ليس هناك مصلحة للتحالف أن يعقد صلح بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية من أجل السيطرة على اليمن. يعني كلام لا يقبله حتى السفهاء للأسف، ولا يصدقها المجانين. طيب أستاذ سلمان، كنت أتوقع أنك ستقول أن الهدف من اتفاق الرياض هو إنهاء الأزمة بين الحكومة والمجلس الانتقالي. ما الذي جعلك تقول لا هذا هو الهدف ولا تعزيز السيطرة؟ نعم نعم، الهدف المجلس الانتقالي متى حدثت من هذه الشوشرة؟ بعد عامين من انطلاق عاصمة الحزم أو قرابة 3 أعوام. هذا الحدث الذي قام به المجلس الانتقالي بصراحة أحدث شق في صف توحد اليمنيين، وظهر في وقت لم يكن يجب عليه أن يظهر حينها. ولذا فإن الهدف من إعادته والتسوية مع الشرعية هو أن الهدف الأسمى والرئيس وهو استعادة السلطة من أيدي الإنقلابيين الحوثيين. عندما يبقى هناك مجلس انتقالي وهناك حكومة شرعية وهناك ناصري وهناك وهناك، فإنه لن يتحقق الهدف الرئيسي والذي هو تحرير اليمن. لذا توحيد الصف والكلمة هو الأساس، ليس من أجل أي هدف آخر. واضح يعني التوجه. طيب. الآن يعني ما هي الغايات وما هي الدلائل من هذا الاتفاق كانت واضحة ومنصوص عليها؟ توحيد القوات، توحيد الاقتصاد، توحيد الجبهات، توحيد القيادات الأمنية تحت قيادة واحدة. يعني عدد من البنود التي تحت هذه الاتفاقية كان الهدف منها أن يتوحد اليمنيون جميعا من أجل تحرير اليمن من هذا الانقلاب الحوثي. طيب، سأعود لك وأسألك، لماذا فشلت كل الجهود وفشل الاتفاق وتعثر حتى الآن، حتى لا نقول أنه فشل؟ دكتور فيصل الحذيفي، أنت واحد من الأصوات الذين يقولون أن السعودية اليوم تسعى من خلال اتفاق الرياض لتحقيق السيطرة التامة والكاملة على اليمن. ما هي أدلتكم ودلائلكم وبراهينكم على ذلك؟ أكرر الترحيب بضيفك الكريم، وأنا أحترم وجهة نظره باعتباره صحفي يمثل وجهة نظر ذاتية يعني كقراءة للمشهد، وهو لا يمثل وجهة النظر الرسمية حتى أخاطبه على هذا النحو، ولكن وضع أسئلة وأنت عززتها، ما هي الأدلة؟ أنا أريد أن أسأل الضيف الكريم وأسأل الحكومة السعودية على أعلى مستوى، ماذا تفعل القوات السعودية في المهرة؟ هل يوجد في المهرة قوات حوثية حتى تكرس وجودها العسكري بهذا الكم الهائل وهي تبعد عن المناطق الحوثيين تقريبا أكثر من 1000 كيلومتر؟ ما الذي تفعله قوة الإمارات والسعودية في سقطرة؟ ما الذي تفعله قوة الإمارات في ميون؟ ما الذي سعت إليه السعودية والإمارات في اتفاقية الرياض بأن تنص على أن تساوي السلطة الشرعية التي تمثل الدولة والإرادة العامة لليمنيين بمجموعة ميليشيات انقلابية هي التي دعمتهم؟ أنا اتهم السعودية رسميا بأنها هي من سمحت للإمارات أن تبني جيش موازي للسلطة الشرعية بهدف إضعافها، أكثر من 100,000 مجند ميليشاوي لتعزيز الانفصال، ثم دعمتهم في الانقلاب ثم أصبحت حكما. الهدف الحقيقي من الرياض تحقق بالنسبة للسعودية، ولكن بالنسبة لليمنيين لم يتحقق منه شيء. ما الذي تحقق بالنسبة للسعودية والإمارات في 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 اتفاق الرياض؟ وهي أنها أضعفت الشرعية وجعلت الأطراف اليمنية متساوية، كأنها غير رسمية، كأنها ميليشيوية أو قبائل متصارعة وليس دولة. كيف تسمح السعودية باتفاق هذا والشرعية توافق على ذلك بأن تنزع سلاح الدولة؟ الدولة في 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 في, في القانون الدستوري هي المؤسسة المعترف بها عالميا التي تحتكر حق استخدام السلاح. هل يحق لأي دولة في العالم تأتي للسعودية وتقول لها اسحبي سلاحك فأنت تعتبري غير راشدة؟ كيف تساوي بين دولة رسمية؟ أقول هذه التساؤلات لضيفنا. عفوا اسمح لي. عفوا لم أكمل بعد، معلش اسمح لي. أنا هو قال إن السعودية غنية ولا مطامع لها في اليمن. حتى أمريكا هي أغنى دولة في العالم ولكنها توجد في محيطات وبحار العالم. فاستثمار النفوذ ومحاولة السيطرة
هي شيء طبيعي، هي بحث عن القوة وبحث عن الأمن القومي خارج إطار الحدود، فلا ينبغي أن نتكلم بمعلومات خارج إطار السياسة. طيب أستاذ سلمان عسكر، ترد على هذه النقاط، المملكة أضعفت الشرعية، نزعت سلاحها، ساوت بينها وبين الميليشيات، ونقاط أخرى طرحها على شكل تساؤل الدكتور فيصل منتعز. جميل، أنا أريد أن يعني بالعكس حوار ممتاز، أنا أريد أن أوضح للأخ فيصل والمشاهدين بعض النقاط التي عرج عليها. لنبدأ من آخر تساؤل بصراحة، يعني أن أمريكا أغنى دولة في العالم وهي تسيطر على البحار. صحيح كلامك يا أخي، المملكة العربية السعودية لديها بحر في جهة الشرق ولديها بحر في جهة الغرب، ليست بحاجة لأي ممرات بحرية. هذا كلام حتى براك. هذا أولا. ثانيا يا سيدي، عندما يتكلم عن التواجد السعودي أو القوات السعودية المتواجدة حاليا في البحر، دعني يا أخي، لست بالخبء ولا الخبء يخدعني. الآن المهرة صحيح لا يوجد فيها سعوديين، وأشار ضيفك الأستاذ يسأل بأنهم على مسافات بعيدة، لكن لماذا هذا التواجد السعودي؟ أنا أقول لماذا هذا التواجد. دعني أوضح لك بعض النقاط التي قد لا يعيها المشاهدين، وهي أن هناك نقاط تهريج خلال العام 2016 و2017 و2018 عن طريق المهرة وعن طريق دولة مجاورة، لا يحتاج الذي هو بالإشارة في أفهمه. انتهى الموضوع. كيف كانت تدخل الأسلحة والصواريخ والطائرات؟ أستاذ سلمان، أيضا هناك تهريب عن طريق الحديدة والبحر الأحمر وميناء الحديدة، ترك ذلك وذهبت المملكة العربية السعودية إلى المهرة. تقول أن المملكة لديها بحر ومنافذ وهي ليست بحاجة، لكن أحدهم يقول لك هي ربما هذا الطرح يؤكد أنها لديها حاجة لبحر العرب، لذلك تحاول أن تمرر مشروع الأنبوب النفط. أخي المذيع، هل الآن أنت سألتني أجيبك على استفسارات الأخ؟ تفضل. الآن أنت دخلت بي في مشطح آخر، دعني أكمل إجابتي على الأخ فيصل. تفضل. أغلب الأسلحة التي كانت تدخل عن طريق المهرة وكشفت ومرارا عن طريق تلك الشاحنات التي كانت تنقل في ظاهرها الدقيق وتارتنا الكتب والمطبوعات وفي باطنها القنابل والصواريخ والأسلحة، للأسف أن هؤلاء خانوا وطنهم، الذين كانوا يعملون سواء تبع الشرعية أو غير الشرعية من أبناء اليمن في تلك النقاط، وكانوا يمررون تلك الشاحنات المحملة بالأسلحة والدماغ اليمن. القوات السعودية ليست حريصة أن تبقى في المهرة يا سيد، لا أبدا، لا والله، ولكن من أجل حماية اليمنيين من هذه الأسلحة التي ترسلها إيران ليلة ونهار، وفي الأخير جزاء المعروف بالسبعة كفر. ثانيا، ودعني أشير على الإشارة للأخ فيصل التي هي يتكلم عن المصالح السعودية في اليمن. المملكة العربية السعودية عندما تقول علاقتها مع الإمام يحيى وما شابه ذلك وأنها المملكة العربية السعودية من أكثر الداعمين لليمن يا أخي، وإذا كنت لا تنظر للماضي فانظر للحاضر، انظر ماذا قدم مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن دون أذى ولا منة. طيب. يا سيدي، أكثر من 14 مليار دفعت وصرفت ما بين مواقع اللاجئين ومدارس ومستشفيات وشابه ذلك، إضافة للهلال الأحمر الإماراتي الذي قدم ملايين الريالات والمستشفيات والمدارس، بينما ماذا قدمت إيران يا أخي فيصل؟ طيب أستاذ سلمان، هذا الكلام وهذا الجهد قد تكون مملكة مشكورة عليه الإمارات، لكن قد يقول لك أحد اليمنيين الآن اليمنيين ليسوا بحاجة ذلك الدعم في اليمن، الكثير والكثير من الخير، وربما اليمنيين لو مكنوا من إدارة مواردهم وثرواتهم ربما لن يحتاجوا لأحد. طيب أستاذ سلمان، أيضا تتساءل ما الذي قدمته المملكة العربية السعودية وأنكره اليمنيين؟ قدمت المملكة العربية السعودية ضمن بنود اتفاق الرياض وبحسب الاتفاق الذي أعلن عنه والمصفوفة الأخيرة وتحديد المصفوفة العسكرية والتي وقعت قبل أيام، أنها تطلب من القوات الحكومية الانسحاب من مواقعها والعودة إلى شبوة ومارب، وكأنها جماعة مسلحة لا يحق لها التواجد في العاصمة المؤقتة للبلاد. لا الكلام يا سيدي غير صحيح. هناك ترتيبات وتنظيمات نص عليها اتفاق الرياض، واذا لم يكن لديك واضحا انا هذه يعني مصفوفة معلن عنها وتم التوقيع عليها اتفاق الرياض. هناك من ضمن البنود عودة النقاط الى مواقعها، عودة بعض النقاط الامنية الى مواقعها، هذا ضمن نصوص اتفاق الرياض ليس من رأي. فعندما يحدث مثل هذا التحرك فهو جزء من اتفاق الرياض، وان اتى متاخر مع ضيفك انا اعترف لانه اتى متاخر،
الحكومة الشرعية لديها خلل في هذا، وتحدثت مرارا حول هذه النقطة. أتى متأخر، لكن هو ضمن اتفاق الرياض، فهذا شيء يعني لا يدعو العجب أو الغرابة بصراحة. طيب دكتور فيصل الحذيفي، عندما نقول أن المصفوفة العسكرية نصت ربما مؤخرا على أن القوات الأمنية لابد أن تكون بسلاحها الشخصي ويسحب السلاح الثقيل، البعض يرى في هذه النقطة هناك جانب إيجابي، يقول أنه هذا ضمان وضامن حقيقي لعدم تجدد وتكرار القتال ما بين القوات العسكرية المتواجدة داخل المدينة. هو الطبيعي والذي يتوقع بدون غموض وبدون ريب أن تمنح السلطة الشرعية الدعم العسكري والمالي واللوجستي والاستخباراتي لحكم المناطق المحررة. لماذا تقصف الإمارات أكثر من 300 جندي في أبيان وتتهمهم بالإرهاب؟ من فوضها بأن تتهم الجيش اليمني بالإرهاب؟ وهل هي استدعيت رسميا من السلطة اليمنية؟ لم تستدعى رسميا. الذي شكل دول التحالف هي السعودية، وهي مسؤولة عن الانتهاكات الإماراتية في سجون دير أحمد وفي تعذيب اليمنيين وفي السيطرة على الموانئ والبحار. الآن لماذا تحاصر المناطق الشرعية برا وجوا وبحرا؟ لماذا؟ طيب يعني هل هذه مساعدة؟ طيب هذه نقطة اليوم معروفة. اليمني عندما يريد أن يسافر، طيب أريد منك إجابة على السؤال، أليست في الفرض تواجد القوات العسكرية داخل العاصمة المؤقتة فقط بسلاحها الشخصي إيجابية لعدم تكرار وتجدد القتال ما بين القوات العسكرية الموجودة في المدينة كمرحلة أولى لتطبيع الأوضاع؟ هذا اعتداء على الحق الشرعي للدولة اليمنية بامتلاك السلاح. اليوم السعودية تحاول أن تنزع السلاح من جميع الأطراف حتى تبقي اليمن دولة منزوعة السلاح غير قادرة على الدفاع عن نفسها. كيف تسمح السعودية والإمارات أو أي دولة في العالم أن تفرض على دولة نزع سلاحها؟ بماذا ستدافع عن نفسها؟ تجاه الإرهاب أو تجاه الإنقلابيين أو استعادة الدولة أو الحفظ الأمن والسلم المحلي؟ هل نستعين بقوات من نيكاراغوا حتى تحفظ لنا الأمن؟ ألا يحق للدولة اليمنية أن تمتلك سلاحها وقواتها ومعسكراتها في جميع المدن وفي جميع الطرقات حتى تمارس دورا سياسيا وقانونيا وفق القانون وفق الدستور وفق القانون الدولي العام؟ هذا غير صحيح. كيف يعني تسحب هذه الأسلحة من دولة رسمية عضو في الأمم المتحدة حتى تصبح على 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 مسافة واحدة مع الميليشيات؟ يعني اليوم هناك جريمة تمت في اليمن وليس دعما. من أنشأ هذه الميليشيات الإنقلابية في الجنوب هي دول التحالف بصمت سعودي واضح، ومساواة الميليشيات مع السلطة الشرعية هي أيضا بتدخل هذه الدول. هناك انتهاك للدستور، انتهاك للقانون، انتهاك للقانون الدولي. أي أنه اليوم نحن بلا رئيس، الرئيس يعكف بإقامته بفنادق الرياض، هذا ليس هدف نبيل، هذا ليس هدفا نبيلا. أن تسمح السعودية وتصرف 17 مليار أو 100 مليار على أناس في العاصمة، في عاصمة الرياض، ما فائدتنا بهم؟ يعني إنها تصرف على أكثر من 80,000 في اللجنة. دكتور فيصل، ومن قال لك أن الرئيس هادي عاجز موجودين في طيب الرياض؟ دكتور فيصل، من قال لك أن الرئيس هادي عاجز عن التحرك أو محاصرة تحت الإقامة الجبرية؟ هو يتحرك بكل حرية، ربما الكثير من المراقبين رأوا في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان أن لا أساس للصحة بحول الحديث الذي يقال أن الرئيس تحت الإقامة الجبرية أو أنه عاجز عن اتخاذ أي قرار. لا، نحن لا، أنا ضد أن نتهم الرئيس بأنه تحت الإقامة الجبرية، فالسعودية ليست بهذه السطحية حتى تحتجز رئيس دولة، وإن كان سبق لها أن فعلت ذلك مع الحريري، وهي التهمة التي بنيت عليها لاحقا ضد فيما يخص الرئيس عبد الرب منصور. لكن نقول بأنه بقاء الحكومة والمستشارين ووكلاء الوزارات وجوقة من السياسيين في الرياض هذا لا يخدم حل المشكلة اليمنية. وانعدام الأمن في المناطق المحررة هي تعلة لبقائهم هناك. لماذا لا تدعم السلطة الشرعية لتأمين المناطق وإدارتها بنفسها؟ لماذا تصبح إدارة السلطة في عدن أو في المناطق المحررة بيد السعودية والإمارات؟ لماذا تتحكم بشكل مباشر؟ هذه ستكون النقطة التالية في هذا النقاش، من يحكم اليوم في العاصمة المؤقتة أو من سيحكم في العاصمة المؤقتة؟ أستاذ سلمان عسكر،
ألم يكن باستطاعة وقدرة المملكة العربية السعودية فرض حل من خلال اتفاق الرياض يصب في صالح الشرعية ويعزز من تواجدها في المناطق المحررة؟ يعني من المعلومة يا سيدي المملكة العربية السعودية لا تحب أبدا التدخل في شؤون الدول الأخرى. المملكة العربية السعودية راعية اتفاق جمع الطرفان في الرياض، وحدت كلمتهم وتركت الأمر له. المملكة العربية السعودية لا تملك عصا سحرية لكي تجبر هادي أو رئيس المجلس الانتقالي أو وزراءهم بأمل شيء معين. هي قربت وجهات النظر وحددت الاتفاقات التي بينهم بالتشاور والصلح وخرجوا بذلك، لكن ماذا حدث بعد هذا الأمر؟ الله أعلم. يعني هذا السؤال يوجه أستاذ سلمان، فسر لي الحكومة فسر لي هذه النقطة. تقول أن المملكة العربية السعودية لا تملك عصا سحرية لتفرض على الأطراف اليمنية أي حل، فسر لي تصرفات وتصريحات وتحركات قائد القوات السعودية في عدن عندما يقول أن من يخالف وتنفيذ الاتفاق أنه سيعاقب وسيتم استخدام القوة ضد كل من يعرقل هذا الاتفاق. عادة يا سيدي هناك عندما يحصل حديث أو كلام مطول لشخص، أنا عموما لم أسمع هذا الكلام أبدا والله، ولكنني أجيب على قدر سؤالك. عندما يحصل تصريح كبير أو مطول أو حتى مكتظر بشخص معين ثم ينتزع منه كلمات من سياق الحديث وتدرج تحت الأهواء، فهذا أمر يعني غير منطقي. أنا لم أسمع كلام العميد أو القائد من القوات السعودية هناك، ولا أعتقد ولا أتوقع يعني أن يحصل مثل هذا الكلام. التحالف يلتزم بقوانين دخوله إلى اليمن، يحترم الآخرين. لا أعتقد يعني أيضا أن هناك شخص حريص على اليمن أكثر من المملكة العربية السعودية. إذا لا نذهب إلى الغيب نأخذ ما زان وطاب لنا ثم نرمي القبيح. هذا الحرص سأنقل أيضا إلى نقطة مهمة عرج عليها ضيفك الأخ فيصل، وهي أن المملكة العربية السعودية كانت حريصة على تجريد اليمن من الأسلحة. بصراحة أنا أول مرة أسمع الكلام، وكلام يعني مليان وكلام كبير. طيب هذه الأسلحة يا سيدي لماذا لم تواجهوا فيها الحوثي الذي استحل صنعاء واليمن في بين ليلة وبين عشية وضحاها؟ لماذا لم توجه لي هذه الأسلحة؟ لأنه يا أستاذ سلمان عسكر سيرد عليك أحدهم ويقول الجبهات متوقفة، الجبهات التي هي في تقارب مع الحوثيين، هي على التماس مع الحوثيين هي متوقفة. ألم تسمع بالحوادث التي تحدث بها قادة عسكريون في معسكر الشرعية أنه كان هناك يحصل تقدم من بعض الجنود وتم ضربهم بالطيران؟ صحيح صحيح صحيح. ما الصحيح أنه كان يتم استهدافهم من الطيران أم من الجبهات المتوقفة؟ معلش معلش أنا لا أريد أن أعلق على كل كلام ضيفك لأنه أيضا ضرب رقما لا أدري عن صحته حول المملكة العربية السعودية واستضافتها للحكومة الشرعية بالفنادق وملايين الريالات التي صرفت. يا أخي هذا بيت العرب الكبير، المملكة العربية السعودية لا تنشق على ولا من لما تقدمه، وهذه الكون ضيوف. نحن لا نخرج أحد ولا نطلب أحد، يا أخي ضيوف. هذا جانب. الجانب الأهم في الحوار أو في نقطتك سيدي، يعني كيف تريد أن أعمل بقادة في الجبهات؟ هذا السؤال يا سيدي. إذا أردت أن توجهها لشخص هو يعرف السر ويعرف الإجابة بدون أدنى شك هو الجنرال علي المحسن نائب الرئيس. هذا السؤال يوجه له. يا أخي من ما يتم تداوله وما يتحدث له كثير من اليمنيين بأن بعض المقاتلين في الجبهات يحملون السلاح في النهار وفي الليل يسهرون مع الحوثيين، هذا كلام خطير يا أخي. إذا أين حب الوطن؟ أين الولاء لليمن؟ أين الولاء للجمهورية؟ إذا هؤلاء هم في الأخير الكثير منهم على أخام الحوثيين ولا يريدوا تحرير بلدهم. فيجب أن لا نحمل المملكة العربية السعودية أو الولايات العربية المتحدة أو دول الاتحاد شاملة هذا الفشل الذي يحدث على الأرض. أنا أتمنى وأنا قد أتفق مع ضيفك في هذه النقطة أن نرى علي محسن في الجبهات قائد عسكري. علي محسن جنرال علي محسن قائد عسكري، من المفترض أن محلها الجبهات. نحن لن نشاهده ولا نراه، وإذا كان حدث زيارة أو زيارتين فهي غير كافية، لأنه هو الخبير والعارف بأمور وطبيعة وتضاريس اليمن وأيضا جيشها. طيب. الجبهات اللي يصير في الجبهات يتحمل علي محسن في المقام الأول. أيضا اللواء يعني معلش
قائد الجيش اليمني يعني بصراحة جانب من المسؤولية يتحمله. أما أنا تأتي تسألني وتقول بأن سبب صاحب الأسلحة هو فشل القوات في الجبهات وأن السبب هي المملكة العربية السعودية، يا أخي نريد أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. لو سقطت صخرة في أحد في أحد جبال اليمن وكان المملكة العربية السعودية السبب، مرة هي التي قتلت الحمدي، مرة هي من أرادت تقسيم اليمن، مرة هي من تريد إبحار اليمن، وتارة السعودية السعودية السعودية. يا أخي ما دام هي المملكة العربية السعودية، يا أخي واحد كلمتكم على الأقل أخرجوا أخرجوا الحدود. طيب أنقل هذا الكلام. طيب أستاذ سلمان أنقل هذا الكلام. دكتور فيصل، لماذا كل هذا التحامل على المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية هي حريصة اليوم على اليمن، على جارتها اليمن، لأنه الخطر الذي يهدد اليمن هو يهدد المملكة العربية السعودية، لأنه امتداد لأمنها القومي. إذا ما أخذنا تصريحات قائد القوات السعودية في عدن من ناحية إيجابية عندما يقول أنه سيفرض الاتفاق وأن المملكة ستفرض الاتفاق بالقوة في حال تمت عرقلته من قبل أي طرف، هذا فعليا التصريحات تترجم بأن هناك حرص سعودي على تنفيذ الاتفاق، وأن القوات السعودية هي اليوم موجودة في العاصمة المؤقتة عدن للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق وإنجاحه. لماذا وأنت أحد الرافضين والمعارضين والذين يشككون بالدور السعودي، لماذا كل هذه التخوفات وكل هذه الهواجس لديكم؟ أنا أجبت عن هذا السؤال سابقا ولكن لم يلتفت إلى تفاصيله. أنا قلت مناطق محررة تسيطر عليها السعودية والإمارات وليس الدولة اليمنية وليس السلطة الشرعية، وعلى هذا الأساس يخضع اليمنيون في المناطق المحررة لحصار بري قوي بحري. اعطني ما الذي يجعل الإمارات تجعل ميناء بلحاف النفطي تحت تصرفها وحولته إلى سجن وتمنع اليمنيين من التصرف بالغاز والنفط؟ أنا لماذا دكتور فيصل عدت عليك السؤال مرة أخرى؟ لأنك في السابق عندما سألتك هذا السؤال أنت ونحن نتحدث عن اتفاق الرياض الآن والمصفوفات التي طرحت لتنفيذه، ذهبت للحديث عن المهرة وسوق قطرة وتواجد السعودية والإمارات هناك. دعنا نتحدث عن اتفاق الرياض. أوكي، في نهاية الأمر اتفاق الرياض في المنظور القانوني، في المنظور القانوني هو جريمة سعودية في اليمن، هو أحد جرائم التدخل السعودي في اليمن، أي أنها صنعت انقلاب ضد السلطة الشرعية التي ادعت أنها أتت لدعمها واستعادة الدولة، ثم تجبر السلطة الشرعية على التحاور معها وكأنها ميليشيات. طيب إذا كان التحاور مع الانقلاب في الجنوب جائزا، فلنفتح حوارا أيضا مع الانقلاب في الشمال. أنا أدرك بأنه من 2017 السعودية تجري حوارا معلنا وغير معلن مع الحوثيين، وهي إلى الآن منذ سنتين تقريبا أنهت الحرب في اليمن وجمدت الجبهات، وبالتالي حتى النشاط الذي بدأ ينطلق في المناطق المحررة صنعت له انقلابا حتى تفشل أي نجاح أمني أو مدني أو إعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي. يعني هذا ليس اتفاقا قانونيا، هذا اتفاق فيه جناية على اليمنيين، أي أنها تشجع فريق من اليمنيين للانفصال وتعززهم بالسلاح أكثر من الدولة، ثم تدعمهم للانقلاب، ثم تستدعي الحكومة الشرعية لتقف معهم وجها لوجه من أجل المصالحة المحلية حتى يتجهوا نحو الحوثيين. كيف سيتجهوا نحو الحوثيين والجبهات من سنتين واقفة؟ يعني بماذا سيحارب اليمنيون في الجبهات إذا كانوا غير قادرين على التحرك حتى بسلاحهم الشخصي؟ يعني الجبهات، عن توقيف الجبهات قال الأستاذ سلمان عسكر من يملك الإجابة على هذا السؤال هو علي محسن الأحمر نائب الرئيس. أنا سأجيبك. جيد، علي محسن الأحمر هو رجل السعودية في اليمن، وبالتالي هي مدانة بصناعة هؤلاء الرجال الذين تستخدمهم كأوراق بيدها لصالحها ولأهدافها. اللجنة الخاصة فيها 10,000 من العملاء اليمنيين، وهذه هي النتيجة الطبيعية. الآن تتحكم بهم كأحجار الشطرنج، مجرد بيادق، وهي التي تحرك الجبهات ثم تطفئها. يعني هل لو واجه اليمنيون الحقيقة مع الحوثيين وجه لوجه هل كانت ستكون هذه النتائج؟ لا يمكن. اليوم من أطال الأزمة والمشكلة في اليمن هي هذا التدخل المعيق لاستعادة الدولة وإبقائها ضعيفة وتحت السيطرة، والآن في اتفاق الرياض تصر على سحب جميع السلاح الثقيل والمتوسط من جميع الأطراف. من هم الأطراف؟ هل اليمنيين، هل الحكومة الشرعية طرف مساوي للميليشيات حتى تسحب منه هذا السلاح؟
الدولة هي المخولة سياسيا ودستوريا وقانونيا بامتلاك الحق الحصري للسلاح، ولكن الميليشيات ليس من حقها أن تحمل السلاح، وليس من حق الانقلابيين أن يثوروا على السلطة الشرعية. فالانقلاب الحاصل في الجنوب هو نفس الانقلاب الحاصل في الشمال. طيب ما الفرق؟ طيب أن يصبح الانقلاب في الجنوب يعني ذو معاملة خاصة، بينما الانقلاب في الشمال يعني ببعده الإيراني مزعجا. طيب أستاذ سلمان عسكر، اليوم الاتفاق يفرز أو ينتج عنه أن هناك قوات تمثل الشرعية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، لكنها مجردة من كل أدوات القوة، والقوة السعودية على ما يبدو الآن هي القوة الوحيدة المتحكمة في المشهد داخل عدن. الرياض هل حولت نظرها اليوم من معركة صنعاء أو من صنعاء إلى عدن؟ أستاذ سلمان؟ طيب سنعود تواصل بأستاذ سلمان عسكر. دكتور فيصل، القوى اليمنية على ما يبدو أنها فشلت في الكثير من الأمور، وتحديدا أيضا طرف منهم ربما الانفصاليين في حل كل مشاكلهم. معظم هذه المشاكل هي متواجدة من قبل أن يحدث تدخل سعودي في اليمن. لماذا يتم تحميل الرياض كل هذه النتائج التي هي ربما قد تكون نتيجة عن فشل القوى اليمنية والصراع الدائم فيما بينها؟ القوى اليمنية ربطت منذ قيام الثورة اليمنية بالرياض. كل الأطراف حرب 8 سنوات بعد الثورة اليمنية كان حلها في الرياض وفي تدخل إقليمي مصري سعودي، وبعد ذلك أيضا يعين الوزراء ويعين رؤساء الحكومات وتحدد سعر العملة وتحدد من في مفاصل الدولة، الشخصيات في مفاصل الدولة بالرياض. يعني نحن للأسف دولة خانعة، دولة تابعة، وأوجدت السعودية هذه التبعية بصناعة فاعلة. يعني لم تسمح لأي رئيس أن يكون رئيسا دون أن تكون راضية عنه، ولا رئيس حكومة. اليوم من يفرض محافظ لتعز أو محافظ لعدن أو محافظ للمهرة؟ أليس القوى السعودية هي نفس الدور السياسي الذي تلعبه، ولكن كانت تلعبه بخفاء، اليوم أصبحت تلعبه بالعلن. لا يستطيع الرئيس عبد الرب منصور تعيين أي قائد عسكري أو قائد لواء أو قائد منطقة أو رئيس أركان أو وزير دفاع أو رئيس حكومة، حتى اتفاق الرياض ينص على ذلك، لا يحق له دون التشاور معه، أي أنه مجرد أراغوز. هذا رئيس أراغوز سلم السيادة اليمنية والسيادة الوطنية للإقليم وللخارج، تعبث بها كما يشاء، وهو هناك أدار ظهره لليمنيين لا يتعني له شيئا جراحتهم وجوعهم وفقرهم وحصارهم. يعني هل هذا التصرف الذي منصوص عليه، النص المنصوص عليه في اتفاقية الرياض، لا يحق للرئيس عبد الرب منصور أن يعين محافظا أو مدير أمن إلا بالتشاور؟ التشاور مع من؟ ما هي الصفة القانونية للسعودية حتى أتشاور معها في التفريط بالسيادة اليمنية؟ نحن اليوم نعتبر الشرعية والحكومة اليمنية التابعة للسعودية وإيران وإنقلاب الحوثي والإنقلاب في الجنوب، هؤلاء كلهم ضد الشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني عليه أن يصحو، لا يترك لأمراء الحرب وللمتدخلين الدوليين أن يعبثوا ببلده. طيب، ولا يرفع يده مبتهلا إلى السماء حتى تنزل ملائكة لتنقذه. تتساءل عن السيادة دكتور فيصل، ألا يبدو السؤال اليوم عن السيادة وكأنه سؤال خارج السياق؟ لا جدوى من هذا السؤال بالنسبة لبلد محكوم بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بلد يعيش الحرب منذ 5 سنوات؟ لا، هناك تعاطي خاطئ مع مفهوم البند السابع. البلد اليمن كدولة لا تخضع للبند السابع. البند السابع أصدر قرارات معينة، ومنها القرار 2216 لا يستهدف الدولة اليمنية، وإنما يستهدف المعرقلين في استكمال الحل السياسي. يستهدف النظام السابق، عناصر في النظام السابق، علي عبد الله صالح وابنه، ويستهدف الحوثي وعبد الكريم الحوثي وأبو علي الحاكم. أي أن القرارات التي صدرت في البند السابع هي تستهدف الانقلابيين والذين يعارضون استكمال الحل السياسي. أما الدولة اليمنية فهي ليست خاضعة للبند السابع، بالعكس الأمم المتحدة والنظام الإقليمي في الاتحاد الأوروبي وكذلك دول العالم كلها تقف مع الدولة اليمنية، ولا يوجد أي قرار يقيد السلطة الشرعية والدولة اليمنية بموجب الفصل السابع.
علينا أن نكون واضحين في هذه المسألة. وأنا أريد أن أنوه أن ضيفنا من المملكة العربية السعودية الصحفي سلمان عسكر فقدنا التواصل معه وكان يفترض أن يكمل معنا هذه الحلقة من برنامج فضاء حر. سأضطر الآن لسؤالك السؤال الأخير الدكتور فيصل، بأنه حاولنا مرارا التواصل مع ضيفنا من المملكة العربية السعودية. دكتور فيصل، اليوم المواطنين المدنيين سئموا ربما من الصراعات الحاصلة اليوم بين القوى المختلفة، وهم اليوم بحاجة ربما إلى فرصة لاستعادة الأنفاس. السعودية تحاول كما يقال أنها تعمل على إعادة تطبيع الحياة في هذه المناطق، ألا ينظر إلى ذلك بشكل إيجابي أفضل وأن يدعم بدل الحديث عن إثارة مزيد من المشاكل والأمور التي ربما تعكر أي تهدئة تحاول المملكة العربية السعودية فرضها؟ أود التأكيد بكل جلاء وأنا أخاطب الجمهور اليمني الذي وقع في ظل تحت هذه الحرب والحصار والمجاعات والفقر، أقول بأن السعودية اليوم ودول التحالف عمليا منذ عامين أوقفت الحرب في اليمن بشكل رسمي، ولكنها لم توجد حل للمشكلة اليمنية من أساسها وهو استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب، بل بالعكس أفرزت انقلابا جنوبا وهي ستفرز غدا انقلابا في الساحل الغربي، وهي ربما بعد غد تحول المحافظات إلى كيانات متصارعة. أي أن هناك إيقافا للحرب لأنها عجزت أن تحقق أهدافها على الأرض، ولكن المشكلة اليمنية ستبقى تؤجج عن طريق التدخل الخارجي. اليمنيون لن يصلون إلى حل مع وجود هذا التدخل، سواء التدخل الإيراني أو التدخل دول التحالف. اليمنيون اليوم أمامهم طريق واحد، وهو أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يعتمدوا على أن يصبح الشعب اليمني هو المرجعية في الحل، وأن يتخلص من الانقلاب بنفسه، لا أن ينظر لا إلى السماء لإنقاذه، ولا أن ينظر إلى التحالف إلى الداعم الإقليمي بأنه سينقذه. هذه أكذوبة، والانتظار هو سيطيل الأزمة حتى ينتهي أمراء الحرب ثم يولد جيل جديد. يعني اليوم الشعب اليمني هو المعني، هو صامت ولكنه هو المعني بهذه المشكلة، بهذا الانقلاب، بهذه الحرب، بهذه المجاعة، بهذا الحصار. التعويل على قوى خارجية، الإيران مع الحوثيين أو دول التحالف مع الشرعية، هو تدخل يطيل الأزمة ويعدد المشاكل، ولن نصل معهم إلى حل قريب إطلاقا، وستظل المشكلة ممتدة إلى سنوات طويلة إذا ظلت المدخلات هي نفس المدخلات، فإن المخرجات ستظل بنفس السوء. أشكرك جزيلا دكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا من تعز عبر الأقمار الصناعية، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من المملكة العربية السعودية من مدينة أبها الصحفي سلمان عسكر، والذي فقدنا التواصل معه في الجزء الأخير من هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة أخرى من فضاء حر. في أمان الله.